فضيلة الشيخ، هنا رسالة مطولة يتحدث فيها المرسل عن كيفية القضاء في الحقوق المالية للزوجة. يقول: أنا شاب عقدت قراني على فتاة، وقبل العقد والخطبة تم الآن الاتفاق على المهر والمؤخر وغير ذلك. كنت في المجلس أنا ووالد الفتاة وأخي وعديلي، وحينما طلبت من والد الفتاة أن يوضح ما يريد قال: أنا لا أخذ مهر، وكذلك لا أخذ أثاثا للشقة والفرش كالستائر وغيرها فهي علي. فوضحت أن المهر حق شرعي للزوجة، فقال عديلي: أنا اعتبرت الشبكة وهي الذهب مهر لزوجتي. فقلت له: وأنا كذلك أعتبر الشبكة هي مهر لزوجتي. ولم يعترض الوالد وقتئذ وهو في المجلس معنا، بالرغم من وجوده، وكلامي عديلي واضح ومسموع، لأننا كنا في حجرة ضيقة، وقد تم كتابة المهر في العقد كالتالي: مثلا 1 مقدم و1000 مؤخر. وقد أخبرت زوجتي بهذا العقد بأن الشبكة هي مهرها ولها حرية التصرف فيها لأن ذلك حقها. والآن حدث الطلاق وهناك خلاف على الحقوق المالية للزوجة، نرجو من فضيلتكم أن توضحوا حكم الشرع في ذلك وفقكم الله، علما بأنني لم أدخل بالزوجة. هذه المسألة مسألة قضائية نرجع فيها إلى المحاكم الشرعية للنظر فيها، ولكن القاعدة الشرعية أنه إذا طلق قبل الدخول وقد سمى لها مهرا فإن لها نصف المهر. قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني سميتم لهن صداقا، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. نعم.